أما فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فقد أشار السيد الرئيس أن مصر استطاعت تجاوز هذا التحدي بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والحزم الاجتماعية وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد. واجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي، كان مبتداها الآثار التي خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا وقد اندلع الصراع الروسي الأوكراني، والذي شارف على قرابة العام منذ اندلاعه، وقد انعكست آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا بفضل الله وبقدرات المصريين قد واجهنا هذه الأزمات بخطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع في نموذج مصري فريد. وبالتوازي مع تلك الإجراءات تنفذ خطة إجراءات اقتصادية على مستوى الدولة قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة